الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. بداية إخواني أخواتي، أدعوكم لقراءة سورة الفاتحة على روح الشهداء الطاهرين. إخواني أخواتي، نقول للعالم الحكمة ثورتنا هي كسائر الثورات، ثورة ضد الظلم والطغيان والفساد، هو صراع بين الحق والباطل، ولكي ينتصر الحق كان لا بد أن تروج جنته بدماء الشهداء الطاهرة. وهنا تدل عظمة الشهداء، إذ كانوا حاضرين في الوقت والمكان المناسبين ليشهدوا بدمائهم الطاهرة على مظلومية وعرقية هذا الشعب، وليكشفوا كيف هذا النظام الفاسد. ماذا تعلمنا من الشهداء؟ الشهداء علمونا يجب ان نكون مستعدين للتعب